اليوم ومن هذا المكان الطيب المبارك نفخر لكل شهدائنا الأبرار، لكي يعلم العالم كله أن غزة ومجاهديها الأبطال لا ينسون من وقف بجانبهم وعلى رأسهم الشهيد بإذن الله تعالى القائد السيد حسن نصر الله الذي استشهد واغتيل على يد الغدر والخيانة. اليوم بإذن الله نحن سنفأر بجانب إخواننا المجاهدين في دولة لبنان الشقيقة، بإذن الله عز وجل سوف نفأر لدماء السيد حسن نصر الله ودماء كل شهداء لبنان وشهداء فلسطين، ونحن أخوة الدم والسلاح بإذن الله تعالى. تابع يا أبو البراء. مون التين شباك الدرافة جاي علينا هاي شنو جنبيها شنو الحق 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 بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله والله غير الثانية إن شاء الله بسم الله ننتظر إشارة الآن من إخواننا في الرصد والمتابعة بإذن الله عز وجل. بك الله أبو إبراهيم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر